الحرب تضع المزيد من التحديات أمام تحالف الرياض أبو ظبي العسكري في اليمن، فيما يمضي هذا الأخير قدما في تفكيك تحالفاته الميدانية واستهداف الحكومة الغطاء الرسمي لتدخله العسكري في البلاد. صاروخ من نوع أرض جو انطلق من مطار صعدة مستهدفا طائرة سعودية من طراز F-15 كانت تحلق فوق سماء المحافظة وأجبرها على ترك مسرح العمليات على نحو يخلط العديد من الأوراق ويضفي مزيدا من التعقيدات على مشهد الحرب. الصاروخ الحوثي وصف بأنه التهديد الأخطر من نوعه للعملية الجوية للتحالف، الذي قال المتحدث الرسمي باسمه العقيد تركي المالكي في بيان له إنه يثبت استمرار تهريب إيران القدرات النوعية للميليشيا الحوثية في تحد واضح وصريح للقرارات الأممية بما فيها القرار 2216 واستمرار دعم الجماعات الإرهابية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي على حد قوله. وفي يمين العرض العقيد المالكي اعتبر أن وجود صواريخ دفاع جو لدى من وصفها بجماعة تهريب السلاح والمنظمات الإرهابية يعد تطورا خطيرا وتهديدا مباشرا للملاحة الجوية والرحلات الإغاثية والإنسانية. وفي واشنطن كان تحدي كهذا حاضرا في المباحثات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مع ضيفه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. بيان البيت الأبيض بهذا الخصوص أوضح أن الرئيس ترامب وولي العهد السعودي بحث الخطر الذي يمثله الحوثيون على المنطقة بمساعدة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، كما بحث الخطوات الإضافية اللازمة للتعامل مع الوضع الإنساني، واتفق على ضرورة التوصل لحل سياسي للصراع في نهاية المطاف لتلبية حاجات الشعب اليمني وفقا لما جاء في البيان. تزداد مكاسب الحرب لدى ميليشيا الانقلاب الحوثية باضطراد في وقت تفقد فيه الحكومة الشرعية حضورها وكرامتها في ظل تحالف لم ينجز شيئا بالكفاءة ذاتها التي أظهرها في مهمة إفناء الحكومة وتجريفها وفقا للمراقبين.